فاصل اعلاني يا سويده. اليوم معانا مين؟ معانا تكن يا جماعه. تكن يا اخوان ليش اكثر كلام؟ هي بتشم شم. ما انا قلت بيضرب. طيب ما بطول عليكم. تكن يا جماعه عندهم بوكس اسطوري تو ناز. زي ما انتم شايفين البوكس اللي امامكم يا اخوان، عندنا 3000 قطع بالداخل. عندنا البرجر يا جماعه اللي هو ميبل تشيكن فيليه، امانه والله لذيذ. وعندنا التشيكن ستريبس مع الصوص اللي هو تشيكن صوص. اول شيء قولوا ما شاء الله، قلتوا ما شاء الله. هتحصلون تحت يا جماعه مواقع تشيكن، عندهم موقعين بجده وبرياض. ادخلوا من اي موقع توصيل على تشيكن راح تحصلون طلب اسمه سولو بوكس. عليكم بالعافيه، صلوا على محمد، قولوا ما شاء الله. الله ما تاخذ، انا باخذ. حياكم الله يا جماعه، مود جديد، مود احلام العصر. ليش؟ لان اللي بتشوفونه اليوم خارج عن نطاق العقل. عادي احنا قررنا نسويها من الصفر وبنينا المود هذا من الصفر وطلع معنا اللي بتشوفونه الان. فكره المود اني اقدر اتحول، او الامبوستر يقدر يتحول الى طفل عملاق، والطفل هذا يقدر يفسخ ملابس اللي قدامه ويحوله الى رضيع. شلون يعني؟ يعني اروح عند فقدح الان واقرر افسخ فقدح وسبرايز فقدح يصير فقدح يصير طفل، واقدر اسويها معاي. وقف فقدح، وقف 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 مكانك، وقف مكانك ثواني. جيت اطلع فوق، يلا اطلع فوق. يعني كل واحد كيف بت بعد 10 ثواني يموت. بعد 10 ثواني يموت. وعنده 10 ثواني اذا ما راح فيها الهيرو بوس اللي هو رايد الان راح يموت تلقائيا زي ما صار قدامكم. وفي خاصيتين زياده اللي هو الزوم اوت، يسوي زوم على الماب كامل وتشوف الاماكن. الخاصيه الاخيره اللي هي الاختفاء ومدتها 10 ثواني. اختفي اروح لزياد احوله، اول ما يتحول زياد لازم يروح عند الهيرو بوس اللي هو مين؟ رايد، ويرجع طبيعي. هاي فكرة المود يا جماعة، لا تنسون اللايك والاشتراك. يلا يا جماعة نسمي بالله. لا ما نسمي، دقيقة. لا نسمي بعد شوي. قول لي ليه؟ أحمد كل يوم لازم أذكرك. كل ما بقولها قبل نخش الجيم، الله يسعدكم على الدعم. والله كثر ما نتعب ونسوي المودات وندفع الا دعمكم اشكركم عليه. شكرا. اخر مقطع وصل 180,000 لايك، الله يسعدكم يا جماعة. يلا بسم الله نسمي الان وان شاء الله تستمتعون. ايه انا الازرق يا عيال، معناته انا الهيرو بوس اللي اقدر اعالج الناس. يعني املهم الوحيد انهم يجوني اذا تحولوا بعشر ثواني. اذا ما جوني بعشر ثواني بيتفسخون بيموتون على طول. فهمتوا كيف الطريقه الان؟ يا ويلي الالكتريك كم مهمه. تر ما تكفى يا تكون الحقني. طيب رامي اقصى اليمين، محمد فواز طلع كافيتيريا. بس سروالي تكفون. صهيب ومعلو فوق. رايد تعال يا حمار. لا الله اكبر، ابد الله اكبر. رايد حي ولا ميت؟ رايد حي ولا ميت؟ يا احمد تكفى. يا عيال دقيقة رايد شفته تحول قدامك ولا توه داخل عليك؟ لا هو اتوقع هو لونه كذا يا زياد يا رامي. انا شايف معلو يمين ومحمد فوز اقصى اليمين مره، والمتحول كان بالسكيورتي والبيبي كان عندنا اقصى اليسار. وين مكانك؟ انا كنت جهه اليمين انا وركان اتوقع. طيب اللي اقدر اقول يا عيال بهذا الاجتماع لما حد مات، رايد واطن مع كف. انا رايد لو سترت عليك لبستك رجعتك. والله لو تجحدها يا رايد والله. احمد مكان تواجدك سيد احمد وين بتكون؟ انا بكون على الكاميرات. اللي تبصخ طع سرواله يجيني يسار. يا عيال احس اني انطرحت الان، واحتمال انه يذبحني البيبي بوس، احتمال اني انا اموت، احتمال اني انا اموت. طبعا البيبي بوس يعني ما يمدي يفسخ سروالي. ليه؟ لاني هيرو بوس. الهيرو بوس ما يتفسخ سرواله، عند القدره انه يرجع اي واحد مواطن طبيعي. رايد عيال حسن فوكس رايد، مين يفوكس رايد دايم؟ اكثر واحد يفوكس رايد ويطقطق عليه زياد، لانه يبغى يضحك. والله عندي احساس يا عيال اللي يقول لي انه زياد. زياد والله اني ماني مرتاح لك زياد. ايه لا 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 لا. زياد تكفون يا احمد وينك؟ ابو شايد رامي
اذا ما طرحت امه الحين. هدوء. سمعت الصوت انا. اعمل بخشش. هدوء هدوء. صايب ميت. ثون. طيب لحظه يا عيال. رامي قابلته. معلو قابلته. فقدح قابلته. رايد قابلته. انا عالجت. باقي عندنا زيادينج وباقي عندنا ركانينج. ركان مكانك وبس. مكانك وبس. دقيقة. محمد فوز. ركان يقول مكانك. لا لا. انا ما قابلتك بالسرج قبل شوي. سرج الا كنا مسلمين. ثواني ركان مكانك وين؟ انا سلمك الله في اليمين تحت قاعد اسوي داونلود في الكوميونيكيشن. حد شاف ركان يعني تحت يمين؟ اتوقع يا ابو انا رايح لل انا شفت معلو وشفت رامي. طيب باقي زياد مكانك. انا محمد فوز قبل شوي كنت عند ستوري. محمد فواز ترى الكلام ذا من زمان. طيب يمكنك تحولت وقعدت تمشي مع زياد. وين تحولت؟ المتحول قدامنا. كيف شطفنا من عند ستوري؟ ما شفتك انا ما شفتك جات سكيورتي. انا متاخر وراكم. انا نزلت من شو اسمه من الكافيتيريا تحت. محمد فواز راح فوق. انا نزلت تحت التحول واحد يسار. لا هو كان جاي زبده جهد. زبده معليش رايد وصخ مرتين. هذا واحد مفوكسه مستحيل يا عيال. واحد مفوكسه والله. وش واحد انا ما بخليها. هو يا اما ركان يا اما زياد. لكن زياد اكثر واحد يطقطق. فانا والله بروح لزياد بسم الله والله اعلم. لا لا تصدقني انا شمر يا رب يا سلام. والله حركات زياد ولا ركان واحد منهم. زياد اللهم لك الحمد. ابو بصخ اشتي ابصخ من زمان يا عيال. انا في حاجه واحده لازم اقفطها اول شيء عشان اثبت منها. لو اقفطها بفوز في الجيم. اللي هي الهيرو بوس اللي يعالج او مو يعالج اللي يرجعهم طبيعيين. هذا لو اطرحه باجيب الجيم على طول. ابغى العب على المضمون مره. سوي نفسك تسوي المهمه هنا وبريء وقفل الباب. خلهم يحسبون انك انحبست مسكين مالك دخل. وانت السوسه راس البلا. انت اللي بتذبحهم كلهم وبطعنهم. خله يحسب زياد انك انت الامبوستر. لكن انا مو بالامبوستر. انا بطلع معاك وبمشي معاك بكسب. تقصيني بتلحقني وانت واثق اني انا الامبوستر اني انا المواطن. في النهايه بتشوفني بفسخ سروالك. بتشوفني ايش بفسخ سروالك. تقدح نفس الحكايه. اكسب ثقتي. انا دائما اوقف عند السكيورتي. زياد قاعد يروح ويرجع. ما واحد يدخل علي وانا اول شيء يسوي مهمه. بلعب على المضمون مره. عندي فكره. خذ هذا المهم. رايد فؤاد قاعد يحمي. أحمد ليتس جو. لا مين دقيقة على زياد. الذين هو المبوك والمساعد. أوكي عرفت رامي المساعد. لا تتكلم رامي. معلش زياد اللي شفته انا وياك. صبر اللي شفته انا وياك ورامي بيننا. لو نعرف اللي خبرك بيذبح اللي نحتاجه. ممتاز. بس لازم نقول كلام الان مهم. زياد مواطن. رامي مواطن. رايد عليك صوص. احمد رايد عليك صوص. دقيقه ايش صار؟ طيب صار ان زياد تفسخ. وفي واحد عالج ما بقول اسمه. لكن رايد موطن يمكن احولك. لا انا شفته يوم تحولت. شفته تحت. هو ترى يمدي يختفي. تذكر زياد. لا ما مدى انا قاعد اشوف الاثنين. صدقني انه مواطن. اوكي احنا الهيرو بوس لازم ما نقول اسمه تمام؟ لان لو نعرف بيموت على طول. بس بنلعب اصول في الان. شس انا بالنسبه لي على معلو. معلو كان بالكامات قبل تقريبا 3 دقائق من يوم تحول زياد. مسكت الكامات يا معلو بعدين فكيتها ثم جاء فقدها. صح. طيب بعدها ما عاد شفتك. ما عاد لي وين رحت. فانا شك فيك بس ما بقول ان انت شك فقط. احسنت احمد. طيب يا عيال الان عندي انا ثقه كسبتها كبيره من زياد. بس رامي لازم افتك منه تمام. لو اذبح رامي الان يمكن يشفيني زياد. بيقول ما اعرف الا احمد. احمد اذبحه. واحمد جاني من فوق. فيبدا يسوي زياد تحريات. امشي معه. زياد هنا فاضي الطريق عندي. اوكي مره ممتاز.
آه يا الغبنة آه قدامي يطلع من البنت مالو؟ طب ركزوا معي يا عال بالكلام ذا ها. ابو شايع قبل ال تطفي اللمبات وين كنت جاي من الاستورج على السكيورتي جاي من الاستورج على السكيورتي ايوه ما كنت بال بتحت يمين تحت يمين يوم قابلتك بدايه الروند ايه صح صح من وين كنت جاي جاي من الاستورج شو طالب انت لا جاي من البنت يا عيال وش جاي من البنت 100% يا عيال معله تسلم معله ترى معلو ما ابغى بحزك ذا بيوجع بيحطش علي هلا ركان هلا والله ركان يا ربي السلام عليكم حلو سلام ها معلو حرياتي كالآتي تحرياتي كالآتي ها. أول شيء راكان قلب حفاظة في غرفة الإلكتريك طيب اللي كان معه مين؟ مين؟ اللي كان معه مين؟ أنا شونج وش قولوا ليش؟ يا رب ليه؟ لأن شونج كان نحن ونصوت عليه ما فشونج جاي من فوق ليش جاي من فوق؟ لأنه دخل على البنت وطلع على المدبي معلو أنا الحين أيقنت بك مواطن سبك مرة شونج جاي من البنت تصامل على البنت ليش ليش تقول اني انا بالالكتريك وانت يا معلو مسوي ريبورت على جدته وهي بالالكتريك وانا ماني فيها احمد انا واثق فيك تدري ليه؟ ليه لان لو انت ذاك كان الان اللي صار ذاك اول راح مات ايوه لو انا ذاك أيوة. كان ذبحت ذاك صح صح عليك شكرا صح. لك شكرا يا استاذ يا عيال ليه ما تعلمون وش ذاك بيعرف لا ما في الامبوستر يعرف زي ما اقول لكم ما ابغى بحرامي اني ادري زياد بيتكلم والله اني داري يا عيال معلو اعطيتها وجه عيال ومهام قليله والله اني طولت مره بالجيم طيب احمد معلو مواطني وزياد مواطن ورايد مواطن يا متفق راي تكفى يا عيال تكفون بقدر يا عمي ساده رامي عالجه الله يقطعك يا رامي يا عيال اي واحد في النص امانه قوموني يخرب بيته مصخصر الله يقطع ام القاع شفت يا رامي الله يقطع والله اسمع والله اللي ما تفقدح والله انه حظك اقسم بالله حظك اخر ثانيه يا عيال عشان ربي ما يبتريني والله يوم شفت سروال فقدح مفصول قمت اضحك اقسم بالله والله اللي ما صرت ادور انا رامي صار ليه كيف ما تفقدح من يساعده انا اشوف شو اسمه كان شو اسمه مفسخه على اخر ثانيه وصلتنا وصلت صهيب ما اخر الثانيه فش يعني كان اماكنكم شباب انا بالنسبه لي الراوند هذا كنت طالع قبل الريبورت بثواني من الكوميونيكيشن تحت على جهه الشيلد رايح يمين طالع فوق انا بالكافيتيريا انا يمين كنت عند رامي معلوم بالكافيتيريا يا رجل هذا معلوم ما شفتني طالع من فين شيء المره ذي اكيد طيب وين الجثة رامي وين الجثة بالستورج ونازل انا من تحت هسه شوفوا انا عندي تحليل معين يعني هو مش صوص ولا اتهام تمام لاني انا اول ما شفت فقدح كان اللي حوم عنده صهيب فما بعرف هل هو فسخ ورجع تحول لا مش انا قول لي ليه مو هات قول لي ليه
زياد انا جاي معك من عند الابر لللور، تركتك في الكهرب بعد 5 ثواني اجر ريبورت صح؟ مو 5 ثواني يمكن 10 ثواني. مستحيل اضطر اتحول بالعشر ثواني و... طيب صص على مين رامي؟ صص على مين رامي؟ والله شوف انا بحط يعني صص خفيف على صهيب هيك خفيف. طيب باقي على باقي سبعه، باقي سبعه مره كثير. انا مو صص، انا صص يا عيال. انا محمد فوز. ايوه ساك من يطلعوني محمد فوز ساكت بعد صح؟ هذه هذه هلا يا جماعه كوت. انا ما ارتحت العيال اللي يسكت انا ما ارتحت. خلاص ميوت ميوت ميوت. واحد الحاله ولا قفت عليه الباب وفسخه مسكين صاروا يلبعض. مهام المهام مره قليله. لازم اذبح رامي يا عيال، لازم اذبح رامي والله. مره طال مره طال مره طال الموضوع. رامي طولتها يا رامي. رامي طولها مره لازم اذبحها. اوكي رامي ما حد عنده مره. العيال ماسكين صراوي البعض. اوكي رامي ما حد عنده تمام؟ معلو؟ بختفي؟ وشو؟ وشو؟ وهي تحول. صايب ساعدني منه! اللي ساعد ساعدني! ياس! يوهو! رايد مات. يب رايد مات. رايد تحول من دم عيني الى بيبي. ومعلوه انت عارف انك ممكن تفكرني انا بس مش انا مع كلامي. انا توقع لا انا توقعت انك انت المعالج قاعد احاول اني لا المعالج. لا لا رامي رامي بعد مات. رامي ورايد الجثة وين زياد؟ دقيقة انا مصوت على جثة رامي يا عيال. يا عيال انتم شفتوا عندكم البيبي؟ اذا ما شفتوا انا عندي اتهام شبه مباشر. ايش صار طيب يا معلو صهيب؟ علمونا ايش صار عندكم بالنص. ما ندري فجأة كذا جاء وبقصر وصار صغير. اللي صار انا ماشي في الكافيتيريا فجاه يتحول رايد. انا كنت بحاول اركض ورا رايد اخوفه بس عشان يخاف مني ويشرب تمام. ما حبيت هذه البنت. دقيقه انا شفت صهيب ورايد عكسين علي من عند الكوميونيكيشن رايحين على فوق على فوق. ما في الا انت يا صهيب. انا مختلف. لا 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 ما في حد عنده. اسمع ما في حد عنده. رامي رامي ما في حد عنده. ما في حد عنده. ركز معي محمد فوز. محمد فوز انا شايفه ممتاز. احمد انا واثق فيه. معلو واضح انه حمار حاله حال نفسه. معليش يعني الله يشفيه. ما في الا انت يا صهيب. ما في الا انت. طيب تكلم صهيب. خليني اتكلم حبيبي زياد. ركز معي 200 تمام. وانا طول الوقت ورا رايد بحاول اخوف فيه تمام. رامي مات وفي عندك برضو رايد اتحول قدامي في الكافيتيريا ومعلو 100% شافني لما شفتنا رايد انه تحول. مستحيل انا اكون. لا 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 لحظه انا بقول كلمه. انا يوم مسكت السكيورتي الكامات شفتك طالع من اقصى اليمين على الكافيتيريا وانت رايد مع بعض. فجاه رايد متحول وانت موجود. ايش معناته؟ معناته انك تحولت. معناته ان انت صغير. لا طب ما انا طبيعي. من بني ادم طبيعي. ما كنت بوس هذا البيب. انا شوف احنا 5 نقدر نطلع واحد الحين ونخاطر. انا بصوت على صهيب. تخاطر على راسي والله. صهيب صوت. صهيب خنشوف زياد. زياد اتهامك غريب جدا. شوف ها شوف يا عيال شكل شوق. يا عيال على كيف امك انت معلو. انا كل شوي مهم باقي شوي يمديني يا عيال يمديني. يبغى لي اذبح اثنين. في خطه براسي يا عيال لو سويتها بقدر اجيب الجيم. وش قولي وشو اول شيء؟ اقفل على نفسي باب ايش؟ اقفل على نفسي باب الابرنجن. بقفل على نفسي باب الابرنجن. بقفل البيبان كلها عشان اخذ راحتي بالكلام. اوكي ايش بسوي يا عيال؟ بتحول بخلي طاقتي تنتهي شو ما كان يا عيال. وش طيب هنا في واحد ابغى اذبح واحد ذبحه عاديه واحول واحد واسوي ريبورت. بقدر بعدها اني اتكلم على راحتي وما حد بيقدر بعدها يسوي اجتماع علي. بدخل اثنين مع بعض. شوف الخطه اللي بسويها. شوف الخطة. ابى اشغل السكيورتي بعد شوي. اول ما اشغل السكيورتي ابى اقفل الباب بعد ما تتصلح. بعد اذا كانوا عندي 2 بالغرفه راح اذبح واحد وراح احول واحد. اذا حولت الثاني بسوي ريبورت على طول وبعد وفي نص الاجتماع بيموت. واحد يجي معلو تسمعني؟ معلو تسمعني؟ السلام عليكم. السلام عليكم. تكلم يلا معلو. الله يقل أمه وغبنا يا شيخ. زياد مرة واحدة.
والله قاضي يا يا جماعة اكتبوا لنا ساعه افكار مودات نسويها بامونج اس وابشروا من عيوننا. شكرا جزيلا ونشوفكم ان شاء الله مقطع جاي يوم الاربعاء. سلام عليكم.